بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أول موضوع في سلسلة قبض الريح بعنوان ليس تحت الشمس جديد. الأول ندي مقدمة عن سفر الجامعة ككل. سليمان الحكيم اتولد تقريبا 970 قبل الميلاد، يعني بينه وبين المسيح حاجة بتاعت 1000 سنة. وسليمان لو تذكروا هو ابن بثشبع اللي كانت أساسا مرات أوريا الحسي، وداود خدها وغلط معاها وبعدين قتل جوزها، والحكاية كانت ملخبطة خالص وحبلت بسبب الخطية، إنما الطفل بتاع الخطية ده مات. وطبعا داود قدم بقى توبة طويلة ودموع طويلة، فلما ربنا قبل توبته عشان يفرحه هو اتجوزها بعد كده. فلما اتجوزها في النور بقى خلاص، ربنا اداله سليمان من بثشبع. فأول حاجة سليمان ده بنعتبره ابن التوبة، يعني لما ربنا حكم له بالمغفرة وبسبب توبته، مع انه طول حياته فضل بيتوب على الخطية دي، لكن كان ربنا سامحه خلاص مع دموع طويلة فسامحه وسامح. فالطفل اللي جه من بثشبع بعد الجواز وبعد التوبة كان سليمان. وسليمان معناها سلام أو ملك سلام أو ابن السلام، أو يعني مرتبط اسمه بكلمة سلام. فربنا بالتوبة ادى لداود سلام، فتعلق جدا بابنه ده. ده بالذات كان أحب أولاده لقلبه على داود، يعني مع أن داود كان جاب عيال كتير. ويبدو أنه اهتم بتربية سليمان أكتر من غيره. تعرفين في من ولاد داود عيال وحشين للأسف. داود برضو من أخطائه، له أخطاء كتير قوي، من أخطائه أنه أهمل شوية في تربية بعض أولاده، فطلع منهم ناس مش تمام. أمنون قتل أبشالوم، وأبشالوم يعني حب ياخد الملك من أبوه ولخبطة كتير. لكن سليمان يبدو خد كتير من روح أبوه في حبه للصلاة، لدرجة هو كمان كتب مزامير أو مزمور على الأقل، ويعني خد كتير من داود النبي. داود مات مش كبير في السن، مات 70 سنة، وأوصى أن سليمان يبقى الملك. ولما خاف أن الإخوات يقعوا بعض رسم سليمان ملك وهو على فراش الموت. يعني داود قبل ما يموت مسح سليمان ملكا وهو لسه عايش، عشان يبقى ايه برضاه ويبقى مطمئن. سليمان في أول حياته استمر على نهج أبوه، كان واخدها بمنتهى الجدية، صلاة ومزامير وفي ليلة سهر للصبح قدم حوالي 1000 ذبيحة، فظهر له المسيح. ده سليمان في شبابه، وقال له أنت عاوز إيه؟ قال له أنا صغير وأبويا سايب لي مملكة كبيرة عليا، أنا مش قد الحكاية دي، أنا عاوز حكمة. فربنا قال له عشان أنت ما طلبتش غنى ولا طلبت أعدائك زي عادة الملوك ولا طلبت راحة، أنا هديك الحكمة اللي أنت طلبتها وهديك كل اللي ما طلبتوش. هديك الغنى والراحة والملك والمجد وكل ده، بس أول حاجة الحكمة. من ساعتها لقب بسليمان الحكيم، لأنه فعلا كان أحكم واحد في جيله. وبدأ يكتب بقى، فكتب في المرحلة دي سفر الأمثال، سفر الأمثال لسليمان. بعد كده دخل في نوع من الزهد والنسك والعشق الإلهي، من كتر بقى ما هو حكيم قوي، والمملكة مستقرة وماشية لوحدها. هو كان منظم جدا، كان إدارجي بشكل رائع، بحيث خلاص تحت إيده استاف كل واحد عارف بيعمل إيه، وكان أقوى مملكة في زمنه. فيعني عارفين واحد كده كل حاجة ماشية لوحدها من كتر ما هو منظم وموزع الشغل. فقعد فترة كده في فترة زهد ونسك، فربنا كشف له عن سر الحب الإلهي أو العلاقة القوية بين النفس وبين ربنا، فكتبها في شعر غزلي اللي هو سفر نشيد الأنشاد. وتصور أن العريس هو المسيح، وأنه هو نفسه كنفس عروسة تعبانة، إنما العريس بيحبها. وكتب بقى الأوبريت الجميل ده، وطبعا ده أدب عبري في الأصل، ده كله ده شعر. إنما الشيطان ما بيعتقش وما بيسيبش حد في حاله. سليمان كان عنده نقطة ضعف يبدو خدها برضو عن أبوه، إنه إيه موضوع الستات بالنسبة له كده إيه مفيش حدود قوي،
لان ابوه كان برضو ايه اتجوز كذا واحده، مع ان ده ما كانش صح قوي، بس كان ربنا يعني مش ما بيشدش في الحته دي قوي بسبب عادات الملوك اللي حواليهم، فربنا يعني كان بيغمض عينه في حاجات. انما سليمان ساق فيها خالص بقى، وتزوج نساء وثنيات بقى عشان يعمل علاقات مع الممالك اللي حواليه، يتجوز بنت ده واخت ده، عندوش مشاكل. فبالرغم من حكمته أزغن قلبه عن عبادة الله لدرجة ابتدى يبخر للأوثان، ودي كانت طبعا خطية صعبة جدا، يعني أصعب خطية يقع فيها الإنسان بعد الزنا يعني. فلما عمل كده كان داود بقى راح السماء بيشفع فيه، لأنه كان ربنا قال لداود زمان، قال له عشان غلاوتك يا داود لو ابنك انحرف هأدبه بس مش هسيبه يهلك. عشان شوفوا قيمة الأب والأم في صلواتهم والشفاعة والدالة. فقال له عشان خاطرك ابنك بالذات حبيبك، لأنه كان ساعتها سليمان اتولد، لو انحرف هأدبه بس مش هسيبه يهلك. فده اللي حصل فعلا، إن سليمان عاش كذا سنة ملخبط كده، وبعدين ربنا فوقه في الآخر، فعلى آخر حياته كتب سفر الجامعة، وسفر الجامعة يعتبر سفر توبة سليمان، أو ساعات يسموه سفر اعترافات سليمان. عشان كده ده جمال السفر ده، السفر ده جميل قوي، لأن اللي بيكتبه حكيم زمانه مشي حلو قوي ومشي وحش قوي، يعني خد الاكستريمز كلها، شاف المسيح بعينيه مرتين على الأقل، لأن وقت تدشين الهيكل شاف المسيح تاني. إنما مع ده كله رجع انحرف بشدة واتلخبط خالص، وفي الآخر تاب فكتب سفر الجامعة، وختمه بالإصحاح المشهور إصحاح 12 ده، اللي يعني قال اذكر خالقك في أيام شبابك لحسن تيجي أيام عليك ما تعرفش تخدم ربنا وتقول يا ريتني خدمته وأنا صغير. وفي نفس الوقت قال اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأنه يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. فقال ختام الأمر كله، خلاصة الخبرة كلها، اتقي ربنا وخليك ماشي معاه، لأن كل صغيرة وكبيرة في حياتك ريكوردد عند ربنا، فالحق شيل الصغيرة أو الخطية بالتوبة واحتفظ برصيد حلو عندك. ندخل على سفر الجامعة. سفر الجامعة، كلمة جامعة هي أحد ألقاب سليمان نفسه، لأنه قال أنا الجامعة. أنا الجامعة يعني إيه؟ هي جامعة مش معناها يونيفرستي يعني، لا، جامعة هنا أنا من جمعت الحكم، أو أنا من وضع في مجموع الحكم، ده أول معنى لكلمة جامعة. إنما كمان كلمة الجامعة أو سفر الجامعة بالذات يعتبر معناه جمع خبرات الحياة كلها، من أول الخطية يعني من أقصى الشمال لأقصى اليمين، هتلاقوا في السفر ده خطايا كتير قوي ووحشة قوي، بالذات صحاح 2 تلاقوه بيعترف بقى اعترافات صعبة يعني، وفي نفس الوقت فضائل ومثاليات عالية جدا. فإذا سفر جامع، فمنها كلمة الجامعة. كمان هو سفر الكنيسة الجامعة، يعني تلاحظوا أن السفر ده بالذات بيكلم أن ربنا رب الكل، مش رب اليهود بس، ربنا بيخاطب البشرية كلها. فسليمان بحكمته بالروح القدس اللي فيه أدرك أن ربنا وإن كان اختار أبونا إبراهيم وشعب مختار وكده، إنما عينه على البشرية، مش مكتفي بشعب واحد، لأن في الكنيسة في السماء في الآخر هنلاقي من كل لسان ومن كل شعب ومن كل أمة، وربنا له ناس في كل حتة. كمان كلمة تحت الشمس دي كلمة مهمة بتيجي كتير، لأنه سليمان بحكمته كان كل يوم زي ما تقوله بيبص على الشمس، وكان بيتساءل سؤال فلسفي أو سؤال الزهد، يقول إيه يا ترى في إيه فوق الشمس؟ إحنا كلنا تحت الشمس، لكن السفر ده في كده حتة عميقة، يا ترى بعد ما يكونش في شمس في إيه بقى؟ عشان كده تلاحظوا إن سفر الرؤيا قال ما فيش شمس في السماء. ما فيش شمس ليه؟ عشان تعرف إن العالم الآخر أو الحياة الأبدية لا ينطبق عليها خالص الكلام اللي تحت الشمس. فإذا اللي تحت الشمس له نظام اللي هو إحنا فيه ده، الدنيا بتاعتنا دي،
إنما فوق الشمس نظام تاني خالص. والسفر ده كتير يقولوا سفر كئيب، إنما الحقيقة هو مش سفر كئيب، هو سفر للي ماسكين في الدنيا، سفر كئيب يعني اللي متشعلق في الدنيا بصراحة. السفر ده يقول له كل يوم وكل يوم كذا مرة باطل الأباطيل، الكل باطل، ما تستاهلش. طبعا كلمة تغيظ لما يكون واحد ماسك في الدنيا كل شوية يسمع كلمة مش مستاهلة، ملهاش لازمة، مش هتنفع، طب ما ده يكتئب. إنما واحد عينه على الأبدية، السفر ده جميل جدا. ليه؟ لأن اللي عينه فوق الشمس الكلام ده يفرحه، اللي عينه تحت الشمس الكلام ده يكئبه. أنا مش عاوز أقول ده هيبقى مقياس ليكم، يعني هتكتئبوا في المؤتمر ولا هتفرحوا؟ بإذن الله تفرحوا. إنما لو لقيت كل الكلام بيجيب لك كآبة، اعرف إنك متشعلق في الدنيا زيادة، لأن هي ده المحك، تحت الشمس ولا فوق الشمس؟ ربنا جه من فوق الشمس وقال أنا جاي أكلمكم عن ملكوت السماوات، ملكوت السماء اللي فوق الشمس. بسبب الحكاية دي ذكر كلمة باطل 37 مرة، مع أن دول 12 إصحاح، فطبعا واضح أن كلمة باطل دي كلمة بتتكرر كتير قوي. لما يكون 12 إصحاح جاي فيهم 37، كأنه بمعدل 3 مرات في كل إصحاح. وجات كلمة تحت الشمس 29 مرة، عشان كل ما يتكلم في جزئية معينة يحب ينبهنا ويقول بس خلي بالكو ده في الدنيا بس، ده تحت الشمس بس، عشان ما حدش يقول ياه دي حاجة تغيظ، يعني لا تغيظ تحت مش فوق. جات كلمة قبض الريح 9 مرات أو 7 مرات، لكن يعني في اليوناني ممكن تبقى 9 مرات. ناجيت قلبي ده أحد مفاتيح السفر، جات حوالي 7 مرات. يعني إيه؟ يعني كان بيكلم روحه كتير. ما هم الفلاسفة كده أو الحكمة أو الجماعة النساك المتأملين يقعد يحكي مع نفسه كتير، يفكر مع نفسه كتير، وده يديله عمق. بينما احنا لما نقعد نتكلم مع بعض ونتكلم في الدنيا كتير تلاقونا سطحيين. التأمل أو الزهد أو الهدوء يخلي الواحد يناجي قلبه، يتكلم مع نفسه كتير. فسبع مرات بيقول ناجيت قلبي أو وجهت قلبي. كمان في العبرية، انتوا عارفين كلمة الله بتيجي كتير في العهد القديم، لكن أصلها في العبري ساعات تبقى إلهيم وساعات تبقى يهوى. إلهيم هو لفظة الله في العبري المقصود بها الخالق، إنما يهوى هي لفظة الله الخاصة باليهود. يعني لما موسى سأل ربنا قال له أنت اسمك يا رب؟ عشان لما أنزل لليهود أقول لهم، قال له اسمي يهوى. فلما تيجي في الأسفار بكلمة يهوى يبقى كأنه ربنا بيركز على علاقته بشعبه. إنما لما تيجي لفظة الله في العبرية بكلمة إلهيم يبقى مقصود بها البشرية كلها أو الخليقة كلها، فيبقى هنا بيتكلم كخالق مدبر للكون كله، عشان كده ما كانتش يهوى بتاعت اليهود. في اليوناني كلمة الجامعة بتترجم كلمة إكليسية، إكليسية اللي هي كلمة الكنيسة في القبط اسمها كليسية، أو في اليوناني كليسية تيك كليسية، والسفر كله اسمه كليسياست في الإنجليش يعني. والكلمة دي مقصود بها الكنيسة الجامعة، يعني ربنا زي اللي فاتح أحضانه عشان يلم البشرية كلها في حضنه، فالكنيسة غرضها تجمع كل البشرية جواها. لو سألت أي حد الكنيسة نفسها إيه؟ إيه الهدف في الكنيسة؟ الحقيقة الكنيسة شهوتها إنها تدخل كل العالم جواها وتاخده لربنا، هذه شهوة الكنيسة، كل العالم بكل ما فيه من أخطاء وناس وتعبانين وجنسيات. فهنا كلمة الجامعة تركيز في اليوناني على المعنى بتاع الكنيسة الجامعة، بينما في العبرية كوهليس دي ليها معنى آخر، التركيز فيه على جمع الأمثال وجمع الحكم أكتر. الختام هو أهم آية، والحقيقة غالبا هقولها في كل محاضرة لغاية ما تحفظوها، لأنه ختام السفر هو مفتاح السفر. يعني السفر كله تأملات في عن زوال الحياة، إنما آخر حاجة في السفر يقول فلنسمع ختام الأمر كله، الملخص المفيد، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة
على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. شوفوا بقى اللي بيقول واحد الكلام ده، واحد تاني بقول أحكم واحد، وأكتر واحد عمل الغلط، وأكتر واحد ده الصح، من أول إنه شاف المسيح بعينيه لتزوج بتاع 700 واحدة أو 300 جواز غير اللي مش جواز، ف يعني آخر لخبط. إنما مع كده في الآخر قال لنا الختام اتقي ربنا واحفظ وصاياه، هذا هو الإنسان كله. برضو بعض الآباء قالوا اشمعنى سليمان كتب الثلاث أصفار دول، وتلاحظوا ان هما ثلاث مراحل في حياته. سفر الأمثال بالذات يبان فيه كلمة اشتهاء الفضيلة. الأمثال يعني المثاليات يا جماعة، يعني الإنسان اللي عاوز يعيش بمثاليات أخلاق كويسة يعني. وده بيحركه فكرة الخوف، يعني اللي يخاف من ربنا ما يكذبش، اللي يخاف من ربنا ما يسرقش، اللي يخاف من ربنا ما يقعش في الزنا. ده كده مفتاح سفر الأمثال، وده ساعات يسموه ايه التفسير الطبيعي للكتاب او التفسير التاريخي. يعني بداية لما الواحد يقرأ الإنجيل كمبتدئ ياخد المعنى المباشر، والمعنى المباشر يعطله عن الغلط، يقول له بلاش كذا وبلاش كده، لما زي ما نعلم عيالنا كده من الصغيرين بلاش كذب يا حبيبي، بلاش خناق. يبقى ده سنة أولى كده. سنة تانية يعتبروها سفر الجامعة، لما الواحد يقرب من ربنا شوية يحس إن الدنيا صغيرة قوي. يعني في الأول أنت كل غرضك تتقي الغلط، ده سفر الأمثال. المرحلة التانية أو سنة تانية مش بس بتحاول تمشي في الصح، الدنيا بمباهجها بشهواتها بطموحاتها ابتدت تصغر، بطلان الحياة، زوال الحياة، دي فلسفة سفر الجامعة. وهنا تضطر تبص على ما بعد هذه الحياة، فهنا مبني على فكرة الرجاء. فالسفر ده يحركوا موضوع الرجاء، أصل هما يقولوا القديسين ثلاثة يمشوا في سكة ربنا كويس، واحد خايف يروح النار، وواحد عشمان يروح السماء، والثالث بيحب ربنا قوي. تاني ثلاثة يجروا في سكة ربنا، واحد خايف يروح النار كويس، وده زي سفر الأمثال. واحد عشمان في الملكوت عنده رجاء كويس برضه. الثالث بقى اللي أسرعهم ده بيحب ربنا قوي وعاوز يرضيه، ده بقى بتاع سفر النشيد، اللي ما بيفكرش لا في جهنم ولا في السماء، إنما هو عاوز ربنا ذاته، عاوز يرضيه. فسفر الجامعة يسموه التفسير الأخلاقي، اللي هو إيه برضو أعلى درجة من التفسير الطبيعي. ده في التفسير الكتاب في مستويات في التفسير، يعني تلاحظوا نحكي القصة زي ما هي ونقول معناها المباشر، وبعدين ندي التطبيقات، وبعدين ندي حاجة اسمها الرمز. الرمز يعني إيه؟ يا ترى المسيح فين في القصة دي؟ قصة الخلاص فين في الموضوع ده؟ فلسفة ربنا إيه من الكلام ده؟ ففي أكتر من مستوى في قراية أو تفسير الكتاب. سفر النشيد بقى بالذات هو المستوى الثالث، اللي هو مبني على حكاية الحب بين الإنسان وبربنا، وده أعلى مستوى يوصل له الإنسان، إن يبقى الدافع عنده هو حب ربنا. وتلاقيه بقى في الحالة دي يشوف ربنا يسوع في كل حاجة. عشان كده لما تقروا تفسيرات الآباء القديسين تلاحظوا إن هم بيلاقوا المسيح في كل حاجة. تقول يعني جابها ازاي؟ مثلا قصة السامري الصالح، نقول دي قصة كويسة بتعلمنا نحب الناس. تلاقي كل القديسين قروها بطريقة تانية، ان السامري الصالح هو مين؟ هو المسيح نفسه. وان الجدع اللي كان ماشي واتسرق ده واتضرب ده البني ادم، وان الحرامية اللي طلعوا عليه دول الشياطين، وان الكاهن واللاوي اللي عدوا عليه ما سألوش فيه ده الناموس والانبياء اللي ما قدروش يسعفوه، فلازم يجي السامري الغريب ده اللي يشيله ويشفيه ويعمله يبقى ده المسيح. طب احنا ليه ما قريناهاش كده؟ عشان احنا ما عندناش نفس درجة الحب. فاللي بيحب قوي بيبقى شايف ربنا في كل حاجة، في كل صغيرة وفي كل كبير. تقروا مثلا تفسير الأنبياء تلاقيهم بيطلعوا المسيح في كل صفحة. ده منهج اللي دخلوا إلى الحب الإلهي، بقى ربنا يسوع شغلهم طول الوقت. تعالوا نقرأ بقى بداية سفر الجامعة. الآية بتاعتنا دلوقتي هتبقى إيه؟ ما كان فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. ما تتخضوش في الأول، هتحسوا فيه طلاسم وبعد كده هتفهموا، فما تقلقوش. يعني احنا قاعدين مع واحد فيلسوف كبير سليمان الحكيم، فساعات يقول كلام كبير، إنما هتلاقوا إن الكلام في الآخر
برضو مش صعب. تعالوا نقرأ النص كله. كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم. يبقى بدل ما يقول سليمان قال الجامعة. وعلى فكرة بعض القديسين قالوا هو مكسوف من روحه عشان ده سفر اعترافات، وما قالش سليمان، قال الجامعة ضمنيا، أنا اللي عملت الوحش وعملت الحلو، فأنا جمعت كل حاجة، فسمى نفسه الجامعة خجلا من سليمان لأنه حاسس أنه أنا جبت الكلام لأبويا. يعني كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم، باطل الأباطيل قال الجامعة، باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعب الذي يتعب تحت الشمس؟ حسبه من الكآبة. ها؟ أنا بنبهكم، هو مش بيقول يعني اكتئبوا، لا، هو الراجل كبير وبيبص الورق ويشوف ايه اللي حصل، انما داخل على السماء فرحان، لكن عاوز يقول ايه الفايدة من كل التعب اللي الواحد بتعبه. دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة. يعني ايه؟ جيل يمشي وجيل يجي، هاي الأرض قاعدة، يعني الناس تقعد في جيلها تتصور ان هي اللي هتعمل وتسوي وتروح وتجيب وتعمل، وفي الآخر يمشوا والدنيا تفضل. فمين فكرة كما كان هكذا يكون؟ يعني ايه انت بس فاكر هتغير الكون؟ غيرك كان فاكر كده برضه، واللي قبله كان فاكر كده برضه. الشمس تشرق والشمس تغرب، تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق. هو يقصد ايه؟ الدنيا دوار، احنا هنحكي الفكرة بس واحدة واحدة، لكن عاوز يقول اول ما تطلع الشمس الناس تتصور ان اليوم طويل وهنعمل وهنسوي، وكام ساعة وتلاقي الشمس غربت واليوم خلص. هي برضو نفس فكرة العمر، ان الناس بتبقى متشعلقة وفاكرة نفسها قاعدة وهتقعد على طول، وفجأة تلاقي اليوم خلص، وبعدين تشرق مرة اخرى على جيل اخر وعلى انسان اخر عشان تقول له لسه قدامك يوم طويل، وفجأة يلاقي اليوم خلص. الريح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال، تذهب دائرة دورانا وإلى مداراتها ترجع الريح. يعني إيه؟ الريح فعلا بتلف، عشان كده النهاردة بتوع الأخبار بيبقوا قاريين إن الريح جاية مثلا من أوروبا هتوصل لنا بعد كام ساعة، واخدين بالكم؟ فكل الكون مرتبط ببعض، كله بيسمع في بعضه. فهو عاوز يقول إيه؟ إحنا ما بنشوفش غير تحت رجلينا، إنما كل حاجة في الدنيا دي بتدور، وبتدور يعني ايه؟ يعني بتتغير، يعني ملهاش استقرار وملهاش دوام. الوحيد اللي له دوام يقول عنه يعقوب الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، يعني ما بيدورش ابدا، هو ربنا الوحيد ما بيتغيرش، انما كل الناس بتتغير، كل الناس بتعجز، كل الناس بتمشي، الدنيا كمان بتمشي، والدنيا دايما تتغير. معلش احنا يعني ما تتخضوش برضو. كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. يعني الأنهار عادة تمشي وتصب في بحر، أغلب الأنهار كده، نهر النيل كده مثلا. إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. على فكرة ده علم، يعني اللي بيقوله ده ماشي مع العلم. ليه؟ النهاردة الأنهار بتطلع من المطر عادة، والمطر أوريجينالي إيه؟ سحاب، والسحاب بيطلع من إيه؟ من البحر اللي عمل بخار مية وعمل سحاب، فاهمين ازاي؟ فهي الحكاية دوارة برضو، يعني البحر يطلع سحاب والسحاب يرش مطر، والمطر يعمل نهر والنهر يرجع يصب في البحر، واخدين بالكم؟ اذا كل حاجة بتدور. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة. كل الكلام يقصر، يقصر يعني او يقصر، يعني مفيش حد يقدر يقول كل حاجة، يعني مهما قلت الكلام ناقص، محدش عنده الحقيقة كاملة، ومحدش يقدر يقول كل الكلام اللي نفسه فيه هو على الأرض. لا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل. شوفوا ده أكتر واحد حكيم في زمنه قال، ولنا محدش فينا يعرف كل حاجة، مهما عرفنا ومهما قلنا محدش يعرف كل حاجة. العين لا تشبع من النظر، مهما كانت العين بتشوف تلاقي العين دي ما بتشبعش أبدا. والأذن لا تمتلئ من السمع، لو سبت ودنك برضو تفضل تسمع تسمع ما بتزهقش. ما كان، دي الآية بتاعتنا بقى، فهو ما يكون. يعني إيه اللي انت شايفه قصادك ده؟ على فكرة
هو بالنسبة لك جديد بس مش بالنسبة للدنيا جديد، وده موضوعنا النهاردة. اللي انت بتقول ياه ده موضوع كبير قوي، هو الحقيقة كبير عليك بس طول عمره كبير، واللي قبلك قالوا كده برضه، واللي من 1000 سنة قالوا كده. والذي صنع فهو الذي يصنع، يعني البني آدم اللي بيغلط زي البني آدم اللي من 100 سنة، زي البني آدم اللي من 1000 سنة، زي البني آدم اللي بعد 100 سنة برضه، هو نفس البني آدم بنفس غلطه بنفس عنده بنفس كبريائه وأطماعه وخياله، إنما هو هو. فليس تحت الشمس جديد، ده موضوعنا بقى. موضوعنا الأولاني عن طبيعة الحياة الأرضية بعنوان ليس تحت الشمس جديد. يعني إيه؟ أول كاركتر كده للحياة بتاعت الدنيا دي إنها متغيرة متقلبة. طبيعة الحياة على الأرض متقلبة مش ثابتة أبدا. واضحة أوي في تعبيره لما بيقول الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق، يعني شوية نور شوية ظلمة. مش ممكن تمشي الدنيا نور على طول ولا بتمشيش الدنيا ظلمة على طول. طبيعة الأرض كده، طول ما انت ماشي على رجليك على الأرض مش ممكن تستمر على حال، دوام الحال من المحال. الريح تذهب وتدور للشمال وتذهب دائرة دورانا وترجع، كل الأنهار تجري للبحر نفس المعنى. أنا بقى عاوزكم ناخدها كده من ناحية تأملية، لأن ده سفر كله تأمل. بص لحياتك كده اللي فاتت هتلاقي، تقدر تقول انت فضلت حزين على طول؟ الحقيقة لا. تقدر تقول انت كنت فرحان على طول؟ برضو لا. اذا حياة الواحد هي مزيج من الاحزان ومزيج من الافراح، طبيعة الارض كده. فمحدش يحلم انه حياته يقضيها كلها مبسوط على طول، ولا هيلاقي ان حياته كلها غم على طول، لا. افهم طبيعة الحياة الأرضية لأن ده يريحك، إن طبيعة الأرض إن متقلبة، بدل في شمس تطلع وشمس تغرب يبقى ساعة فرح وساعة حزن، ساعة نجاح وساعة فشل، طبيعي برضو. ساعة اللي انت عاوزه يمشي واللي انت عاوزه ما يمشيش وماله، طلبة تطلبها تستجاب وطلبة لا تستجاب، دي طبيعة الحياة على الأرض. فما تستغربش، طريقة ربنا كده وطريقة الدنيا كده. فده يخلينا نقول ايه؟ الساعة اللي بتحزن فيها لا تتصور ان حزنك هيستمر على طول، والساعة اللي بتفرح فيها، احنا طبعا اشطر ناس في مصر نقول اللهم اجعله خير، يعني لما نيجي نفرح نقلق، يعني احنا شعب يميل للحزن مش للفرح. لا افرح فيه، هيجي موضوع تاني هتلاقوه كن في يوم الخير كن بخير. يعني ايه؟ في آية جميلة يقولها سليمان، يعني لما يبقى خبر حلو افرح يا اخي، خايف تفرح ليه؟ كده كده هيجي حزن في وقته، يعني مش لازم تستناه يعني، بس انت ايه، افرح في يوم الفرح وازعل في يوم الحزن. دي يعني منهج الحياة كده. على الأقل لما تزعل انتظر الفرح، مش هقول لك لما تفرح انتظر الحزن، دي انت بتعملها من غير ما اقول لك، انما اقول لك بطريقه تانية، لما تزعل انتظر دايما خبر حلو لسه، لانه زي ما الشمس غربت لازم الشمس ايه تشرق تاني. عشان كده خلونا نطلع باول فكره، تذكر اللحظه اللي فاتت واللحظه اللي جايه، لكن افرح باللحظه الحاضر. يعني ايه؟ هتفلسف زيه سليمان؟ مش معنى هو. افتكر امبارح بس ما تطولش في التفكير في امبارح، وافتكر بكرة وبرضو ما تطولش في التفكير في بكرة. اللي تديله حقه دلوقتي. هقول لك ليه تفتكر امبارح؟ تفتكر امبارح عشان ما تغلطش زي امبارح، تفتكر امبارح عشان تشكر على امبارح، تفتكر بكرة ليه؟ عشان تسلمه لإيد ربنا وتقول له خلي بالك يا رب من بكرة، تفتكر بكرة لأن بكرة هتقف قدام المسيح فلازم تفتكر في بكرة برضه. إنما ما تديش أكتر من ربع دماغك لمبارح وربع دماغك لبكرة، نص دماغك الباقية لإيه؟ دلوقتي. دلوقتي طبعا في فكر الآباء يقول لك ادي دماغك كلها دلوقتي، مالكش دعوة لا مبارح ولا بكرة، بس احنا هنقول غصب عننا إذا فكرت في مبارح أشكر عليه
وتوب عليه. امبارح موضوع النقطتين، شكر وتوبة، ده موقفك من امبارح. اللي فات ايه؟ اللي فات اشكرك عليه يا رب وسامحني عليه يا رب، ما كنتش كويس فيه. طب اللي جاي، اللي جاي بتاعك يا رب، تسليم، تسليم ورجاء. رجاء يعني اليوم اللي هقف فيه قصادك يا رب تبقى راضي عني. ده تفكيرك في امبارح وفي بكره، لانه لما بيقول اطلبوا ملكوت الله هي في حته بكره برضه مش كده، لكن مش بيقولها بطريقه انه القلق. احنا مشكلتنا بقى يا جماعه نعمل ايه؟ اقول لكم موقفنا احنا بقى اللي بعيد خالص عن الحكمه دي. نفكر في امبارح بدل ما نشكر نعمل ايه؟ نتحسر. عجزت يا خساره، مش عارف لو كنت عملت ايه كان حصل ايه. طيب يا عم فكر كويس، ليه طريقه التفكير دي بتضيع عليك النهارده وبتضيع عليك بكره؟ الارض كده كده هتدور، انت مش هتقدر توقف الساعه، فالساعه اللي سرحان فيها بتتحسر على امبارح راحت، خساره. الساعه دي كنت قعدت تصلي فيها وتشبع فيها بربنا، كنت استفدت منها. فاحنا بدل ما نشكر على امبارح نقعد نتحسر، وبدل ما نتوب ساعات نسترجع الخطيه. تذكر الشر الملبس الموت. طب انت بتتوب يا رب سامحني، اذا افتكرت انك انت زمان موت واحد مثلا قول له يا رب سامحني. موسى كان ساعات تعدي عليه اكيد، ما هو موسى موت ما واحد في يوم من الايام. تصوروا بقى لما يبقى قاعد مع ربنا على الجبل الدنيا منوره وتعدي عليه فكره ده انا قتلت قتيل في يوم، سامحني يا رب بالمناسبة. طب خلاص، لكن ما يقعدش بقى ايه يتغاظ ويقول ده انا لو شفته تاني اموته تاني، لا، يبقى كده وقع في ذكريات مؤلمة. فخلينا حكماء، يعني السفر ده يعلمنا حكمة التفكير، لان مخنا ساعات يفكر غلط. لما يسترجع امبارح تاني نقول ايه؟ انا عاوزكم تحفظوا، نشكر ونتوب، لا نتحسر ولا نرجع لخطيئة امبارح بدماغنا. لما نفكر في بكرة نسلم ونرجو، نسلم لربنا بكرة ونعشم في ربنا ان بكرة يبقى أحلى من امبارح ويبقى فيه أبدية مستنيان. عشان كده الآية الجميلة اللي قصادكم دي جامعة 7 تقول إيه؟ في يوم الخير كن بخير. أنا بعتبرها آية جميلة أوي. ليه؟ في ناس يوم خير مخها رايح يا في امبارح يا في بكرة، فمش عارفة تدوق الخير. زي واحد بياكل لقمة حلوة وسرحان في مشاكل شغله، يا أخي كل واستطعم. واحد معاه أولاده ولا أحفاده بدل ما يفرح بيهم عمال يعمل تليفونات وتخانق، يا أخي ولادك حواليك افرح بيهم. ففي يوم الخير كن بخير، يعني لما تلاقي الدنيا ماشية حلو ما تشكر وتفرح وتتمتع، وده حاجة غلط؟ وربنا يحبك فرحان. يوم الخير كن بخير. في ناس هنا بقى، هنا ضد الكآبة على فكرة، لأن في ناس يوم الخير تبقى كئيبة. في واحد ما بيعرفش ينبسط، طب ليه؟ بدل عندك كل حاجة. برضو في يوم الخير كن بخير، يعني ايه؟ ما تبصش على الحاجة الناقصة، بص على الحاجة الموجودة. ما اصل برضو دي اختلاف نظرة. في واحد تلاقي الترابيزة قدامه فيها كل انواع المشهيات والاكل، وبعدين يجيب حاجة ما خطرتش على اللي طبخه ويقول فين مش عارف مثلا الكاتشب، يعني كاتشب ايه ده، فول يعني، هتاكل اي حاجه يعني. انما هو قاصد يغم روحه. طب يعني عندك كل حاجه جميله قصادك. وفي واحد بالعكس تلاقي اللي قدامه لقمه بمش وشايفها حاجه جميله جدا وبياكل بانبساط. ده اختلاف نظره، خلي بالكم. في يوم الخير كن بخير، يعني ازاي تنبسط من كل حاجه في وقتها؟ ازاي كل لحظة تقضيها وانت مرتاح قلبك هادي؟ دي معناها امبارح لو عد على بالك تاني شكر وتوبة، بكرة لو عد على دماغك تسليم ورجاء. وفي يوم الشر اعتبر، يعني ايه؟ افرض جه يوم فعلا شر، شر بمعنى مشكلة. الشر هنا مش دايما معناه الخطية، معناه المصيبة، معناه حاجة وحشة، معناه حاجة مش حلوة يعني. برضه مش معناها تكتئب ولا تتضايق. حتى في يوم الشر ايه؟ اعتبر. اعتبر يعني اتعلم. اذا كان الخير يمتعك الشر يعلمك.
فاهمين المعنى؟ إذا كان الخير يمتعك، أيام الشر تخليك تتعلم أكتر من أي أيام، هتتعلم الصبر، هتتعلم الحكمة، هتتعلم تبص على ربنا أكتر. ففي يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. مين يقولها معايا؟ يلا نقولها مع بعض. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. كمان مرة. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر أن الله، شوفوا بقى الفلسفة بتاعت سليمان، جعل هذا مع ذاك. يعني إيه؟ ما بيمشيهاش كلها خير وما بيمشيهاش كلها شر، لكي لا يجد الإنسان شيئا بعده. عشان الإنسان يقول يا رب في يوم الخير ويقول يا رب في يوم الشر، يعني ما يلاقيش حاجة بعد ربنا. يبقى دايما ربنا شغله، إن كان خير أشكرك يا رب، وإن كان شر الحقني يا رب، أو امسك إيدي يا رب، عديها يا رب. كي لا يجد الإنسان شيئا بعده، يعني ربنا عاوز يملى دماغك ويملى وقتك ويحاوطك من كل ناحية. لو مشاها خير على طول كنت هتنسي تنسى، ولو مشاها شر على طول كنت تكفر. إنما ربنا جعل هذا مع ذاك. فهمتوا؟ ليس تحت الشمس جديد، يعني إيه؟ كلنا هيعدي علينا أيام خير وأيام شر. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. يقول كمان في جامعة 8: مدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح، وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. يعني إيه؟ يعني سليمان مدح الفلاح البسيط اللي يرجع من شغله يضحك من قلبه ويأكل لقمة مع أولاده، فيقول مدحت الفرح لأن مفيش خير تحت الشمس إلا أن الواحد يأكل ويشرب ويفرح. في واحد يقول إيه الكلام ده؟ ده مش خطية يعني؟ لا مش خطية. وما ربنا عمل الأكل والشرب ليه؟ وعمل الأسرة ليه؟ وعمل النجاح ليه؟ عشان تفرح. وماله؟ وماله؟ بدل جوه ربنا وما طلعتش بره ربنا، وبدل في إحساس العرفان بربنا، في يوم الخير كن بخير. فمدحت الفرح يعني انبسطت من الناس اللي عارفة تعيش ببساطة فرحانة بكل حاجة بتعدي عليه، لأنه تحت الشمس يبقى له الإنسان، هيجيله إيه غير أنه يتعب وينجح ويأكل ويشرب ويفرح وبس. يبقى دي حياته اللي على الأرض فيها طعم الفرح، وفي يوم الخير كن بخير. يبقى افرح باللحظة الحاضرة. يعني إيه؟ يعني وانت قاعد مثلا هنا اديك مغير جو، خليك مبسوط، ما تسيبش حاجة تغمك، ما تسيبش حاجة تضايقك. لانه ايه؟ هتدور على اللي يضايقك ليه؟ اديك واخد اجازة يومين كويس. لو مخك راح في اللي وراك تبقى ضيعت اللحظة دي، ولو مخك راح في امبارح والخناقة بتاعت امبارح يبقى ضيعت اللحظة دي. فافرح دلوقتي وخلي امبارح شكر وتوبة، وخلي بكرة تسليم ورجاء. تاني صفة للحياة الأرضية، احنا بنتكلم عن ليس تحت الشمس جديد، يعني الدنيا هي هي من ساعة ما اتخلقت، ان الحياة الأرضية زائلة. تعبير بقى اللي واخدينه للمؤتمر كله قبض الريح. قبض الريح يعني ايه؟ دايما اقول الحكاية دي لما بمشي بالبخور في الكنيسة، كلنا ككهنة بالذات في قداسات الأطفال بقى نتمتع بمنظر جميل قوي. تلاقي العيال عاوزة تمسك البخور، طول ما احنا ماشيين بالبخور تلاقي العيال تطلع من الصف كده عمالة تعمل كده، فرحانين بالبخور عاوزين يمسكوه، طبعا ما بيمسكوش حاجة. انما كل ما يعملوا الحركة دي الحقيقة افتكر المعنى ده. ايه المعنى؟ انه حياتنا كبخار مش ممكن تتمسك. حياتنا قبض الريح، تيجي تمسك هوا تطلع ايدك فاضي، مش ممكن تمسك. تقدر تمسك في الساعة دي بحيث تطول عن ساعة؟ مش ممكن. هتخلص الساعة هتخلص، ودي مصلحتكم عشان ترتاح. انما هتعدي هتعدي، ما تقدرش توقف. وقف ساعتك تشيل البطارية، انما الوقت هيمشي برضو. قبض الريح، فانت مش ممكن تمسك. ففكرة ان الحياة زائلة ده معنى مهم، لو تغرز جوانا هيصلح حاجات كتير قوي في تفكيرنا. يقول في جامعة 1 ايه؟ ليس ذكر للأولين
والأخيرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر. يعني إيه؟ لو سألتك تعرف إيه عن أجدادك من 300 سنة؟ غالبا ما تعرفش حاجة. طب جدك اللي كان عمدة كبير ومشهور وبتاع، بالكتير لو افتكرت اسم. طب الراجل ده كان له إنجازات، وتلاقيه كان محبوب، ويمكن كان عنده أطيان، ويمكن وكان بيتخانق برضه، وكان نفسه وكان عاوزه. حد النهاردة فاكره؟ ولا أنت. أنا بتكلم عن جدك القديم أوي، مش عاوز أقول حد قريب. طب ليس ذكر للأولين، طبيعة الدنيا كده. ربنا يديكوا العمر بعد 200 سنة من النهاردة، 200 سنة عشان ما حدش يزعل. ها، حد لا مؤاخذة هيفتكرنا ولا حد هيفتكرنا خالص خالص، ولو كانت الدنيا شغالة ولا حد هيجيب سيرتنا في عمره يمكن مرة. هتفرق معاك الحقيقة؟ هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي المفروض تفضل فاكرها. ليس ذكر للأولين والأخيرون الذين سيكونون، واللي جاي كده برضو، واللي جاي هيفتكر انه هيخلد، وهيفتكر انه هيعمل اللي متعملش، وهيبني الأهرامات، وبرضو محدش هيفتكره. حد النهاردة بيترحم على خوفه وخفرع ومنقرع؟ بيطلب لهم الرحمة؟ خلاص محدش بيفتكر حد، ولا يفرق كان شكله ايه، ولا فلوسه ايه، ولا مركزه ايه. عند الذين يكونون بعدهم، افتكر يعني ايه قبض الريح، لان ده هيهديك، هيهديك صدقني. لما تفتكر المعنى ده هتحس بقى انه كله زائل، وبرده مش على سبيل الكآبة، لا، على سبيل التسامي والترفع. في حاجة اهم تمسك فيها. دايما اقول انه لما استخدم كلمة امسك، اتقالت امسك بالحياة الأبدية. تصور الحياة الأبدية تتمسك، بس الحياة الأرضية ما تتمسكش. تقول لي أنا أمسكها إزاي وأنا شفتها حتى؟ تقدر تمسكها من دلوقتي. ما هو ربنا هو الحياة الأبدية، ما هو الجسد والدم ده الحياة الأبدية، ما هي وقفة الصلاة دي الحياة الأبدية. أهي دي تتمسك، لأن الحياة الأبدية ليس لها زوال، فما هياش بخار يطلع من إيدك. الحياة الأبدية صالد، الحياة الأبدية باقية مستقرة، تبدأ ولا تنتهي. إنما الحياة الأرضية تبدأ وتنتهي أسرع مما يتصور أحد. مثلا الغنى زائل، احنا بنتكلم عن معطيات الحياة الأرضية، لأ الناس كلها بتجري على الفلوس. مثلا عندنا مثل مشهور حكى ربنا يسوع عن الغني الغبي، فضل يقول أبني وأهدم وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي. شوفوا التعبير الأخطيط، الغبي اللي قاله، لأن لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. يبقى نسي إيه؟ نسي إن الحياة تزول، أو نسي إن ما فيش حاجة بتدوم. قال الصوت على طول يقول له يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه الذي أعددتها لمن تكون. حاربت الدنيا كلها وخسرت الناس كلها، وبعدين يلا سيب بقى اللي انت عملته ده كله. ليه؟ لانك نسيت حاجة مهمة قوي، ان الغنى لا يدوم، ان ما حدش بيدخل القبر ومعاه فلوس كتير، ولو معاه مش هيعمل بيها حاجة. تاني حاجة الشهوات الزائلة. يعني ايه؟ الواحد يشتهي مثلا ياكل اكلة حلوة، وبعد ما ياكلها بطنه توجع، وتاني يوم يجوع تاني. طب راحت فين؟ راحت لحالها خلاص، ما هي طبيعة الحياة كده. يشتهي يجيب عربية جميلة ويقعد يحلم بيها سنين، وبعدين يشتري العربية، تاني يوم تتخدش ولا تتخبط، يتعكر طب وبعدين؟ ما هي العربية هتقدم عادي. يقعد يهاتي عشان يجيب فيلا ولا بيت كبير وبتاع، ويجيب البيت، وبعدين قعد شهوة يشتهي المنظر ده، خد المنظر، تاني يوم بيتخانق ومتعكر ولا كأنه في بيت جديد، نسي خلاص. هي كده الشهوات كده. الكتاب يقول العالم يمضي وشهواته، شهواته معه، يعني شهواته تمضي معه. أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد، لا زوال له. اللي بيعمل وصية ربنا ده لا يزول، لا اللي عمله يزول ولا هو يزول. بينما العالم يمضي وشهوته أيضا تمضي. المجد، في ناس ما يفرقش معاه الفلوس وما يفرقش معاه الشهوات، إنما بقى المناصب والمراكز
والأسماء هي دي اللي تأكل عقلها. طيب وبعدين في دانيال 6 كان عندنا حكاية جميلة عن واحد اسمه نبوخذ نصر. الراجل ده كان صاحب دانيال، ودانيال كان رئيس وزراء عنده. وبعدين ضحكوا عليه وقالوا له ايه انت ملك وما حصلتش وبتاع، ونعمل لك تمثال والناس تسجد ليك وتطلب منك. وكان في زمانهم البشر بيعاملوه معاملة الآلهة ساعات. فوقع في الفخ واستهوته الفكرة يعني، عملوا له تمثال ضخم جدا بقى، وكان المقصود يخلصوا من دانيال لأن دانيال ما بيسجدش البشر. قام دانيال قال له بص انت عارف انا بحبك قد ايه، بس ايه اللي عندي دي، انا ما بسجدش غير لربنا. وسجد لإلهه فحكم عليه بجب الأسود. قال له برضه مش مهم. دخل الجب، ربنا حرسه، طلع من الجب، قام الراجل ده كتب منشور بقى كأنه بيعترف إنه اتخدع في نفسه. قال إيه؟ من قبلي صدر أمر في كل العالم، على فكرة بابل كانت تحكم العالم ساعتها، في كل سلطان مملكتي، مش يرتعدون مني أنا زائل، يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. من هنا جت القيوم بالمناسبة، القيوم دي عندنا يعني القائم إلى الأبد، هو الإله الوحيد اللي له دوام، هو الملك دفاء لروحه إنه مع مجده له زوال، إنما هناك إله حي قائم إلى الأبد، ملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. نطلع منها بإيه؟ بدال الأرض دي بتزول، افتكر، تذكر كل ما تراه يزول فما تتعلقش بيه. بدال الأرض دي تزول، ما تتعلقش بحاجة أبدا، لا تتعلق بعربية ولا ببدلة، لا تتعلقي بألماس، ولا أقول لك أصعب من كده، حتى الناس ما تتعلقش بيهم زيادة، حبهم بس ما تتعلقش بيهم زيادة، تتعلقش بحاجة أبدا لأن كل شيء يزول. الوحيد اللي تتعلق بيه فعلا ربنا لأنه لا يزول. وعشان كده قال إن أحب أحد أبا أو أما أو أكتر مني هيتعب، هيتعب ليه؟ لأن هو هيمشي وهم هيمشوا، طب وبعدين؟ إنما أنا مش بمشي، أنا ربنا مش بيمشي. طيب لما تشوف حاجة حلوة، لما تجيلك حاجة حلوة، مش بقولك ما تحبهاش، بس اشكر عليها وما تتعلقش بيها، وحط عينك دايما على ما لا يزول. ما لا يزول، كل عمل روحي لا يزول، كل، افتكر الحتة دي، كل عمل روحي باقي، يعني وقفة الصلاة مش ممكن تزول. هتفاجأ ان في السماء ربنا يقولك على فكرة في سنة 1970 في يوم اتنين مش عارف يوم ايه، انت مرة صليت صلوة حلوة، تقول له يا رب ولا فاكر، بس هو فاكر لانها لا تزول ابدا. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحب، يعني ربنا ما ينساش ابدا. تبقى انت عملت خير ونسيته وتفاق، ربنا ما ينساهوش، تلاقيه عدلك في السماء، اعمالهم تتبعهم. ليه؟ لأن دي حاجات لا تزول. فإذا كنت ناصح فعلا انشغل بكل ما هو روحي، كل ما هو خير، ده ما بيزولش أبدا، أي حاجة تانية بتروح. يقول نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، بل إلى التي لا ترى، التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. يبقى ما تتعلقش بما يرى، تعلق بما لا يرى. الذي لا يرى ده اللي هيدوم ولا يزول. تالت نقطة، هم أربع نقط عشان ما تقلقوش. طبيعة الحياة الأرضية ليس جديد، يبقى أول نقطة قلنا متغيرة متقلبة، قلنا تاني نقطة زائلة، تالت نقطة قال ليس تحت الشمس جديد. يعني إيه؟ نقراها تاني. ما كان هو ما يكون، يعني اللي احنا فيه ده يا جماعة حصل شبهه قبل كده ويحصل شبهه بعد كده. مشاكلك في شغلك حصلت مع كل الأجيال اللي قبلك وهتحصل مع أولادك، هي هي الدنيا. الناس الوحشة اللي بتأذينا موجودين دلوقتي وموجودين من 1000 سنة وهيكونوا موجودين لآخر الأيام. الذنب والمقالب والمكر والرياء والفساد والانحلال وعمل الخير والناس الكويسين والصلوات الحارة ودموع التوبة. ما كان هو ما يكون، يعني إيه؟ ليس تحت الشمس جديد. أنت اللي بتتفرج على الفيلم لأول مرة،
إنما الفيلم ده قديم قوي، الفيلم ده قديم قوي وربنا شافه بدل المرة 5000 مرة، لكن انت اللي بالنسبة لك الفيلم جديد، اول مرة تشوف شر بالبشاعة دي، بس ليس تحت الشمس جديد. اول مرة تشوف قديسين بالعظمة دي، بس ليس تحت الشمس جديد. فاهمين المعنى؟ الواحد بيتهيأ له ان ده عمره ما حصل قبل كده، لا حصل شبه. يقول ما كان هو ما يكون، والذي صنع هو الذي يصنع، ليس تحت الشمس جديد. إن وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد هو منذ زمان. يعني لو واحد جه يقول لك في حاجة جديدة لانك، تقول في بالك ايه؟ قديمة، قديمة برضو، قديمة. لما ابنه طور مش عارف في دبي من وقت برج بابل من 4000 سنة، وهم بيطلعوا بحاجات كده وتقع بعد شوية. ما بنقرش على حد ولا حاجة، بس هو ده اللي بيحصل. ليس تحت الشمس جديد، كل شوية يطلعوا بحاجة. هذا جديد هو منذ زمان كان في الظهور التي كانت قبلنا. ليس جديد مثلا زي الإغراءات والسقطات. يعني إيه؟ يعني في إغراءات النهاردة كثيرة جدا، وتحديات وأخطاء صعبة، ونسمع عن شذوذ، ونسمع عن إباحية، ونسمع عن فساد، ونسمع. صدقني لو قلبت التاريخ تلاقي كان في سدوم وعمورة، وكان وكان، وما فيش جيل ما كانش فيه شر إلى هذه الدرجة. في شر في كل جيل. ولما تقول اللي احنا فيه ده ما عداش على حد، لا صدقني عد. لأن النهاردة ساعات لما نكلم الشباب ونقول لهم حافظوا على نفسكم وامشوا في النور، يقول لك كلام الإنجيل ده كان ينفع من 2000 سنة. لا يا حبيبي، أنت لو رجعت 2000 سنة هتلاقي في زمن المسيح كانوا الرومان وكان اليونانيين جزء من عبادتهم الزنا، وكان الشذوذ معروف، وكانت كل أنواع المبيقات معروف. فإذا لما يتقال النهاردة الضغوط أكتر، هي مش أكتر ولا حاجة، ليس تحت الشمس جديد. وفي زمانهم كان في قديسين وأبرار، وفي زماننا هيبقى في قديسين وأبرار. لما تقول النهاردة صعب الواحد ما يكذبش، وليه النهاردة؟ هو صعب أن الواحد ما يكذبش في كل جيل، وفي ناس ما بتكذبش مهما حصل. فما تقولش النهاردة صعب، لا مش النهاردة، ليس تحت الشمس جديد. الشيطان هو هو، والبشر هم هم، وربنا هو هو. فالحكاية ما اتغيرتش ولا حاجة، هي انت بس اللي نزلت الماتش، انت كنت بتتفرج او ما كنتش موجود، انما انت ده الدور عليك دلوقتي. لكن ليس تحت الشمس جديد. الاضطهادات والضيقات برضو اتخضينا من الاحداث الاخيرة وكده، إنما ليس تحت الشمس جديد. لما نرجع 2000 سنة ونقرأ تاريخ كنيسة مصر، مفيش حاجة جديدة. ده كان في قرى بعشرات الآلاف شهداء في اليوم الواحد، وكانت برضو الكنيسة فرحانة وتصلي وتفضل رفع قلبها ومستنية الخلاص من ربنا، وكل اللي عذبوا الكنيسة دول راحوا لحالهم، والكنيسة وردت شهداء على السماء بالملايين. وليس تحت الشمس جديد، كما كان هكذا يكون، مفيش مشاكل. وربنا هو هو عينه على الكنيسة، واخد باله، متألم معانا، وبيقول لنا طولوا بالكم بس عشان لسه في شهداء عاوزين نحتفل بيهم في السماء، وهكذا. فكل أمة الذي يتقي ويصنع البر مقبول عنده. ليس تحت الشمس جديد، مهما كانت الضغوط في ناس بتشهد لربنا بحياتها قبل كلامها. في كل جيل في ناس حلوين عايشين مع ربنا بيشهدوا لربنا بحياتهم قبل كلامهم. لما تعرف كده بقى انه ليس جديد، تذكر انه ليس جديد، اللي بتعاني منه عانى منه الناس قبلك، واللي بتدوقه في الصلاة ما تفتكرش انك بقيت قديس ودقت اللي محدش داقه، اللي انت بتدوقه ده في احلى منه والناس دقيته برضه، واللي بتتجرب بيه كان تجارب في ناس اتجربت بيه واكتر من كده. فليس تحت الشمس جديد. ما تقولش همي ما وردش على حد، همك ورد على أجيال كتيرة قبل منك. يقول في آية جميلة معلمنا بطرس، قاوموا راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخواتكم الذين في العالم. يعني إيه؟ إحنا ما قريناش كفاية، إنما لو قريته في القرن اللي فات 70 سنة على كنيسة روسيا بيتعذبوا عذابات أكتر من اللي إحنا شفناها. 70 سنة قدموا ملايين من الشهداء وقت الشيوعية ما كانت واخدة حقها. كلكم سمعتوا وعشتوا ازاي الشيوعية دي انهارت في الاخر، انما جالهم وقت الكنائس ممنوع الدخول، واللي يدخل يتضرب بالنار او يتحدف في سيبيريا،
ويموتوا في التلج هناك وبالملايين، ودول كنائس أرثوذكسية زينا. شافوا الغلب ليس تحت الشمس جديد. انت مستغرب؟ في بلاد لغاية النهاردة لما الكنيسة تتعمل تتحرق تاني يوم، مش في مصر. هم ولاد ربنا كده، مفيش حاجة جديدة. زمان والنهاردة نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يضطهدون. دي قاعدة، فما تستغربهاش. يبقى قلنا إيه؟ قلنا أربع صفات مهمة. الصفة الأولى للأرض إنها متغيرة، الصفة الثانية زائلة، الصفة الثالثة ليس جديد، الصفة الأخيرة باطلة. باطلة بالبلدي يعني ما تستاهلش. باطلة زي ما تقول يوزلس أو هوبلس، يعني ملهاش قيمة حقيقية في ذاتها. طبيعة الأرض ملهاش قيمة في ذاتها، هي قيمتها في اللي بعدها مش في ذاتها. نشوف ازاي. يقول قال الجمع باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة؟ هي دي بقى، ما الفائدة للإنسان من كل تعب الذي يتعب تحت الشمس؟ إذا كانت، خلي بالكم السؤال ده بيقول تحت الشمس، إنما فوق الشمس في فايدة؟ طبعا كل التعب اللي يتعبه عشان ربنا لحساب فوق الشمس، قاعد لحساب فوق الشمس. إنما تحت الشمس يقعد يبني ويقعد يعمر، مش هو ده اللي هيفيده كتير. يبقى أول حاجة نطلع بيها، ما تستاهلش الجري. الدنيا دي ما تستاهلش، بلاش الجري، الهري. ما تستاهلش بجد، ما تستاهلش. وكلكم اللي يعني اشتغلتوا في الدنيا 30 40 سنة، المعنى ده ابتدى يبقى واضح قصادكم. الشباب اللي طالع لسه حاسس انه لازم يشق الصخر، ولازم يجري، ولازم يشيل، ولازم يحط، ولازم يعمل اللي ما اتعملش ابدا. انما بعد كام سنة كده هيقول في باله ما تستاهل، ما كانتش حتى تستاهل كل الهري ده ولا الجري ده، لانه فعلا القاعدة كده. باطل الأباطيل، الكل باطل. النهاردة الحجة الكبيرة، العذر، بلاش الحجة، اللي عند ناس كتيرة مش قادرة تقرب من ربنا ايه؟ المشغولية. وشايفينها عذر منطقي جدا، والمشغولية الحقيقة نوع من الجاري، لان هو عاوز يشتغل 12 15 ساعة، وعاوز يجيب بدل ما يجيب 1000 يجيب مليون، هو بيجري. هي ما تستاهلش الجاري لانه في الاخر ايه؟ الجاري المفيد في اتجاه تاني. تصور واحد ماشي في الماراثون عكس الاتجاه. عمركم شفتوا فيلم ساخر كده؟ يعني يبقى سبق ولقيت واحد بيجري عكس الناس كلها وبمنتهى الحماس وبيعرق وبيعرق، والناس بتسقف له، وانتوا تتفرجوا تقولوا ايه العبيط ده بقى، مش كده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ تصوروا ان احنا بنعمل كده، اخطيت يعني؟ ما هو الجري المظبوط على السماء. بولس قال كده، قال انا اركض بالكاف، اركض يعني اجري، وقال اركضوا، اجروا، اجروا على السماء، السماء فاتحة ابوابها. انها في ناس بتجري ناحية السماء، وفي ناس بتجري عكس الاتجاه، وايه واخدينها بمنتهى الحماس، منتهى الذمة. صدقوني لو عملوا نص الذمة دي كان وصلوا السماء من بدري. بس في الاتجاه السليم يبقى ما تستاهلش الجري. مش بنقول واحد ما يشتغلش وما لا، بس ما يفركش، ما يقلقش، ما يهريش، ما يطلعش فوق طاقته، لا لا لا، على ايه ده كله؟ كل ده في الاخر ما يستاهلش. ما تستاهلش القلق، تاني معنى مكمل. على الاقل لما تبص ورا تلاقي نفسك قلقت قوي وعدت، وقلقت تاني وعدت، وقلقت تالت وعدت، ما تقلقش بقى. هتفضل طول عمرك تقلق؟ كم مرة قلقت وربنا ستر وهيستر للاخر، لان ربنا كده شغلته يستر. هتفضل تقلق على ايه؟ اللي عدى امبارح هيعدي بكره، وهيعدي النهارده، وكله هيبقى تمام. يبقى ما تستاهلش القلق. فهنا لما يتقال باطل، دي مش كلمه تضايق، دي كلمه تريح. ليه؟ يعني ما تستاهلش تجري، وما تستاهلش تقلق. والحاجه ما تضحكوش عليا، انا ساعه اقرا مجله ميكي لغايه دلوقتي، معلش، بس يعني بطلع منها تاملات، صدقوني صدقوني بجد. ففي شخصية تغيظ جدا في حكايات عم دهب، شخصية واحد اسمه محظوظ، مش كلكم بتقروا ميكي؟ مش أنا بس.
محظوظ ده يغيظ جدا. ليه؟ بارد برود بارد جدا، يلاقي ذهب ده يجري على الحاجه ويفرك ويتخانق ويزعق وبتاع، وهو يبص له بمنتهى البرود كده ويقول لو فيها خير هتجيلي لوحدها. وتجيله بقى، يعني اللي قاصد يكتب القصه لازم يخلي ذهب يفرق يتحرق في الاخر ومحظوظ يكسب. شيلوا محظوظ دي واكتبوا بقى مسيحي مثلا، اكتبوا ابن ربنا. انت مش بس محظوظ، انت محروس، تعبير بطرس الرسول، ومحفوظ، دي تعبيرات كتابية. فانت مش بس محظوظ، انت اكتر. فمش مفروض تفرك ولا تهري ولا تقلق ولا تفكر. لو عرفت تفكر بالطريقة دي هتعرف قيمة الآية البسيطة دي، باطل الأباطيل الكل باطل، دي تدي سعادة مش تدي كآبة. صحيح الدنيا ما تستاهلش تجري وراها، ولو فيها خير هيجي لوحده، ولو فيها حتة حلوة هتوصل لوحدها من غير أي هري. بالتالي ما تستاهلش الزعل. اوعى تزعل على قرش راح، اوعى تزعل على مكسب راح، اوعى تزعل على أيام راحت. لا ما تزعلش، ما تبصش ورا، تذكر إنها ما تستاهلش، لكن جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. اللي تمسك فيها صحيح الحياة الأبدية، مش بخار هيطلع من إيديك، مش قبض الريح، هتلاقي نفسك ماسك حاجة وحاجة ما تروحش من إيدك أبدا. إذا وجدت فرح أرضي قدسه بالشكر عشان يبقى فرح سماوي. يعني عندك حاجة حلوة تفرح بيها وماله افرح، بس تقول له أشكرك يا رب على العيال، أشكرك يا رب على الصحة، أشكرك على النفس، أشكرك على الأكل، أشكرك على النجاح. يبقى الفرح ده تحول من فرح أرضي لفرح سماوي، ويقعد رصيده تبع السماء. إذا وجدت خير أرضي قدسه بالعطاء. جات لك فلوس كتير، ادي منها كتير، طلع منها كتير، تقوم تتحط في رصيد السماء الذي لا يزول. إنما لو اتحطت كلها في البنك، البنك يزول تبع الأرض، وهتقلق وتهري وكل اللخبطة اللي فاتت. قدس الخير بالعطاء. إذا وجدت مجد أرضي قدسه بالتواضع. لما يجي لك كرامة ومجد وحب من الناس خليك متواضع، يقعد لك كل المجد برضه في رصيدك السماوي. فاكرين احنا قلنا طبيعة الأرض ايه؟ قلنا طبيعة الأرض متغيرة، وطبيعة الأرض زائلة، وطبيعة الأرض مفيهاش جديد، وطبيعة الأرض باطلة ما تستاهلش، وأخيرا طبيعة الأرض خداعة. يعني إيه خداعة؟ يعني عيشتنا على الأرض ممكن تضحك علينا، ممكن نتغش. أول خداع مشهور في الأرض هو خداع الوقت. يعني الواحد في شبابه كان يتصور أنه مش هيكبر أبدا، وكان مش حاسس يعني ايه سنة فاتت وسنة جاية وسنة فاتت انما فجأة اكتشف انه كبر وان الايام جريت بيه. ده اللي قصده الكتاب لما قال مفتدين الوقت لان الايام ايه؟ شريرة. هي الايام مش شريرة في ذاتها، الايام كلها بركة، ربنا بيدي خير كتير في الايام، لكن الايام لانها خدعت ناس كتير فهي شريرة في خداعها. يعني اللي يثق في الأيام زيادة ويفضل يقول السنة الجاية والسنة اللي بعدها وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة، يبقى هنا بيخدع روحه، لأن الأيام شريرة. هنا الخداع موجود. ما تعشمش في العمر زيادة، ما تعشمش في الوقت زيادة، الوقت بيجري أسرع مما تتصور. فخليك فاكر خداع الوقت أو خداع العمر، لأن مثلا في ناس فضلت تأجل في التوبة، تقول أنا هعرف ربنا بس لما أعمل كل اللي في مزاجي، وممكن يكون ملحقش يتوب. لحق طبعا يعمل اللي في مزاجه بس ملحقش يتوب. ممكن واحد يقول أنا هبعمل خير أو هطلع فلوس لربنا بس بعد ما حوش، وممكن الحياة ما يلحقش يطلع فلوس، يفضل يكنز لنفسه وفجأة يخلص العمر وما عملش الخير اللي كان نفسه يعمله. فالأيام شريرة أو خداعة. كمان خداع الكرامة. مثلا الجماعة الفريسيين كان عندهم حتة الخداع بتاع الكرامة، لما يصلوا أو يمشوا في أي حتة يحبوا قوي أن الناس تمجدهم، ويفتكروا
ان كلام الناس مظبوط. يعني ايه؟ يعني الناس بتقول عليهم متدينين فيثقوا في داخلهم ان ده رأي ربنا، ويطلع ان ده مش رأي ربنا خالص. يعني الفريسيين كان عندهم لآخر حياتهم ثقة ان هم متدينين جدا وانه عاملين اللي ربنا عاوزه تمام، وفوجئوا المسيح في آخر رحلته على الأرض قال لهم ويل لكم، وقال لهم قد استوفوا أجرهم. استوفوا أجرهم يعني ملكوش عندي حاجة خالص، حدش فيكم يجي يقول لي اديني السماء. خدتوا أجركم تالت ومتلت على الأرض، خدتوا تسقيف من الناس وخدتوا عظمة وخدتوا راحة وخدتوا كل حاجة، جايين طالبين مني إيه؟ ملكوش حاجة. أنتوا ما كنتوش بتشتغلوا لحسابي، كنتوا بتشتغلوا لحسابكم. فهنا ده خداع الكرامة. عشان كده اللي يجري ورا الكرامة كرامة تخدعه، يضحك على نفسه. اللي بيستنى رأي الناس، الناس ممكن يضحكوا عليك، الناس ممكن يقولوا لك انت انسان كويس، بس يا ترى رأي ربنا ايه؟ فحاسب لألا تكون بتخدع نفسك او الناس تخدعك. خداع اخر، خداع التنعم. يعني ايه؟ آية شديدة شوية يقولها بولس الرسول لما كان بيتكلم عن الأرامل بالذات، فقال إذا كانت أرملة صغيرة تتجوز وتعيش في سلام ونقاوة، وإذا كانت كبيرة شوية تكمل حياتها خدمة ربنا. إنما قال ساعتها أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. يعني إذا كانت كل همها تلبس وتتشيك وتاكل وتشرب ومناظر وكده، دي زي اللي ماتت وهي عايشة. فده خداع التنعم. يعني إيه؟ التنعم الزايد يخدع. يبقى الواحد حاسس برضو انه ماسك في الدنيا ومشغول بيها، هنا الحياة خداعة والتنعم خداع والكرامة الزيادة خداعة والوقت يخدع. فاذا طبيعة الحياة الارضية فيها نوع من الخداع كتير قوي، اتغشوا، اتغشوا في نفسهم واتغشوا في كلام الناس. اذا تذكر ان الخداع محيط بنا من كل ناحية. افتكر دايما ان حوالينا خداع، مش كل اللي بيقولوه الناس تصدقه، بالذات لو مديح. يعني ساي انت طيب وبتصدق الناس دي لغاية كده كويس، اذا كانت قلبت بمديح لا ما تصدقش، ما تصدقش لحسن يضحك عليك. وما تصدقش ان الفلوس تدي سعادة، برضو خداع. وما تصدقش ان الصحة بشوية مثلا أدوية ولا رياضة، لا برضو الصحة دي هدية من ربنا. حاجات كتيرة ما تعولش عليها زيادة، راحة الجسد، نجاح الدنيا. عشان كده آية جميلة نفسي كنت أقولها لكم من جامعة، برضو جامعة 2، تقول إيه؟ الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام. يعني إيه؟ يعني الحكيم مفتح، مفتح يعني مش أي حد يضحك عليه، لا شيطان يضحك عليه ولا كلام من التملق يخدعه ولا كنوز الدنيا تملى عينيه، لا ده راجل مفتح. الحكيم عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الظلام. يعني الجاهل يضحك عليه، يقضي الدنيا كده ويفاجأ في آخر حياته إنه اتضحك عليه. اتضحك عليه يعني ما استفادش من حياته على الأرض، ضيع فرصته وكان عنده مجال يوصل السماء وما استغلوش صح. فيبقى صفة أخرى من صفات الدنيا دي إنها خداعة. عشان كده نختم تاني برضو ونقول فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. في الخلاصة برضو نلف ونرجع لنفس الحقيقة، ختام الأمر كله إيه؟ حاسب من الدنيا، الدنيا زائلة، الدنيا باطلة ما تستاهلش، الدنيا ليس فيها جديد، الدنيا متغيرة متقلبة، الدنيا خداعة. عاوز تحمي نفسك من ده كله إيه؟ اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل للدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد آمين.